حددت مفوضية الانتخابات موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 من الشهر الجاري. وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي عقدته في بغداد أن النتائج النهائية ستعلن خلال 24 ساعة. وأكدت عدم وجود مسوغ للعد والفرز اليدوي والذي يعطل عملية إعلان النتائج ويؤثر في العملية الانتخابية في البلاد. وأشارت إلى أن قانون الانتخابات ألزم المفوضية بإجراء العد والفرز من خلال الأجهزة الإلكترونية، لافتا إلى وجود 2000 محطة في معرض بغداد الدولي لمطابقة النتائج والتأكد من صحة المعلومات والكتل السياسية لها مراقبين لمتابعة الموضوع. وأكدت أنها تتفهم الضغط الذي مورس على عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي من جهة سياسية معينة، مردفا نحتفظ بعدد من المعلومات سنقدمها لرئيس الوزراء حيدر العبادي ومجلس النواب.